بسم الله الرحمن الرحيم. راكم شفتوا يعني المباراة يعني مع شباب موجنت، الفريق يعني اللي حدا الوصفة ما يحتلهاش يعني بالكلمة، فريق يعني اللي موتيفي، فريق عنده تركيبة بشرية نعرفوها، وفريق يعني ممتاز. لكن مجريات اللقاء كما شفتوا في الشوط الأول يعني من نعودوا للإحصائيات نشوفوا باللي الفريق المولودية ضيع فرص أكثر، فرص سانحيل للتسجيل، كما فرصة يعني فرصة عواد اللي كان يعني مع المرمى، فرصة البشيري كانت مع المرمى، فرصة إبراهيمي كان عندنا فرص، قدمنا وجه ممتاز، قدمنا بلاعبين يعني تحملت المسؤولية، دربتهم يعني في هذا الأسبوع، نعرفهم في هذا الأسبوع، وبعض اللي كانوا عندنا اللي هما سيدي جان بريميرا سينيور دي سبور اللي رجعوا 4 عناصر، تركيبة يعني 70% من الأمال. نقول الحمد لله يعني الشيء الإيجابي في اللقاء، شيء في اللقاء هو المردود الطيب والنضج التكتيكي اللي كان عند اللاعبين، وشفنا يعني اورغانيزاسيون تكتيك، وان شاء الله اليوم تاعنا كيفاش كنا، لو بلوك تاعنا كيفاش كان، وين كنا ممتازين، لا ترانزيسيون تاعنا كانت رابيد، وين خلقنا عده فرص، كنا حتى في ليديال كنا رغم عدم التحضير كنا في ليديال كنا ممتازين، ادينا اغلبيه ليديال ديناهم. نشكر اللاعبين على هذا المجهود، نشكر هذا الشبيبه هذه، ونظن شيء المؤسف يعني في هذه المباراه واللي شفناه اللي زعما هو اللي افسد يعني نقولوا هذا العرس، هو التحكيم اللي كان يمشي اللقاء بكل ذكاء. احنا واش نقولوا، احنا حتى هذه الاخطاء تاع التحكيم تدخل يعني تدخل في لا فورماسيون تاع الفريق تاعنا وتاع ليجان تاعنا، نظن نصبروا عليهم. وهذا فريق يعني اليوم اعطاتني اني فرحان، لاخش يعني بعد اللقاء ديت غادي نكون اكثر، الاسبوع اللي فات يعني تقدمت باش نكمل المهام تاعي، وكنت خايف يعني من هذا الفريق. والشيء الايجابي اللي كان هو المردود الايجابي للاعبين، نظن اعطاني دوك حافز العمل. البارح نقولوا شمرت على يدي على حساب هنايا، اليوم نزيد نطلع نشمر من يدي انا والصف تاعي ونخدموا للتذكير، انا وحدنا في الميدان، ونزيد نذكر بلي رانا وحدنا في الميدان. هذا يعني كون ما نقررش انا ما كاينش اللي قرر، نقول ونزيد نذكر دوك رانا وحدنا في هذا الميدان. نطلب من الناس ويعني الدعم المعنوي والدعم المادي ويشوفوا فينا، وهذه رانا قدمنا فريق جديد. كان في بداية الموسم كان عندنا فريق هذاك دار اضراب، ما عرفش اسم قيمة المولودية، ما كانش مشكل، كنت فريق اليوم ان شاء الله، وهذا الفريق ثاني يكون عنده مستقبل ان شاء الله، بشرط نكونوه باش يحترم مبادئ الفريق العريق هذا، ويعرفوا نهار اللي يسنيو ويمضوا على الرخصة تاعهم، يعرفوا بلي يلعبوا في فريق كبير ولازم يوقفوا معاه في وقت الصح في وقت الأزمة. ونظن شنو احنا رانا واقفين، ونشكر الجمهور ونقول سمحونا لاخاطر راني في مرحله تاع تجديد يعني على النتائج هذه، وان شاء الله يكون ما افضل ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. والله اليوم ما كناش محظوظين في المقابله، كانوا عندنا عده فرص يعني في الشوط الاول، كانت عندنا فرصه في يعني في بدايه المقابله، الشوط الثاني كانت عندنا ضربه جزاء، وكذلك يعني اون اكسيون كنا قادرين باش نسجلوا، ولكن هذه قرة القدم. رغم ذلك نشكر اللاعبين على المجهودات اللي راهم يبذلوا فيها، رغم يعني النتيجه اللي حققناها كنا متمنين باش نعودوا بالنتيجه ايجابيه،
راه دروك صادير الحاجه اللي طلبناها من الجوار باش نحضروا المقابله المقبله ان شاء الله. والله تنجم بون حنا الحاجه اللي راهي صادير سير ينكور باسوندونت الفريق راه في 10 مقابلات مازال ما انهزم يعني رانا يعني في رانا في الايجابي سور لا بون فوا دروك يفو بريباري ماتش بار ماتش ونعرف المقابلات اللي يكون يلعب على البوديوم يعني تنجم نقولوا سي دي ماتش دو كوب واحد يعرف يجيري هذه المقابلات وان شاء الله تكون فريق تمشي تكون عندها الكلمه ان شاء الله. في الحاضره القسم الثاني ما نساوش باللي ربع فرق يسقطوا ورغم ذلك يعني النتيجه راهي النتائج ايجابيه الحمد لله. والمقابلات المقبله ان شاء الله نحضرها بكل جديه ان شاء الله. بون السلام عليكم. الحاجه الاولى الحمد لله نقطه فيها خير ان شاء الله. بون كما شفتوا اللقاء تاع اليوم كان شويه صعيب وين كنا مع نادي شويه راه يلعب على الصعود احنا ثاني كنا نلعبوا على الصعود مي الحمد لله ان شاء الله ان بوا فيها خير. كما شفتوا الماتش كان فيه ند للند كانت فيه فرص لينا ما حسناش باش نحسنوا هذوك لي زوكازيون اللي جاونا ان شاء الله ما عرفناش كي نديروا نستغلوهم. لادفيرسير كان بيان بلوكي احنا تاني كنا ند للند وين جات ضربة جزاء وين شوية تما راك تعرف دخلنا شك شوية مي الحمد لله عاودنا ولينا في المباراة كنا كلينا لي زوكازيون كنا قادرين نسجلوا مي الحمد لله يا ربي مازال لي ماتش ان شاء الله ومازال الخير القدام ان شاء الله يا رب. والله كما شفت بسم الله الرحمن الرحيم وكشفت كما شفتوا المباراه كانت شويه صعبه نظرا اللي ما كناش واجدين 100% ما تنساش بلي الفريق كان في مرحله اضراب ما كناش متدربين كما نقولوا حنايا بيان كوم يلفو لا تريف هذيك برسك ما فوتناهاش حنايا في لونترينمون كنا مقاطعين حاجه الاولى كما المباراه تاع اليوم كما شفتوا المباراه كانت نجمو نقولوا ضيعنا الفوز كما نقولوا ثاني كنا قادرين نديروا ان فوبا ولكن كي نشوفوا المجريات المقابله مع الحكم اللي كان نوعا ما منحازم على الفريق الخصم نقولوا الحمد لله نتيجه ايجابيه لنا. اليوم المباراه ما وفقش ربي باه نديروا نتيجه ايجابيه هنايا عندنا في الديار ما يخفالكش بلي الفريق كان يمر بفتره اضراب وما كناش محضرين كما لازم ما وفقش ربي اليوم باه نكونوا في تموه ما يخفالكش يعني بلي راه عندنا فريق الاغلبيه تاعه من الرديف اللي راه عاطيهم المدرب العربي مرسلي فرصه وراه داير فيهم ثقه لازمه اللي زعما تمكنهم باش يكونوا في الفريق الاكابر نشكروه بالمناسبه وان شاء الله في قادم افضل ان شاء الله يا ربي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم البينالتي تراطا سي نورمال سي هذا هو الفوتبول تقدر تماركي كما تقدر تراطي الحمد لله خرجنا بنتيجه ايجابيه يعني الحظ ما كانش معنا اليوم كنا قادرين نربحوا المباراه في الشوط الاول وكانوا عندنا دي زوكازيون ثاني في الشوط الثاني نقول لك بلي الحظ ما كانش معنا والحمد لله خرجنا بنتيجه ايجابيه باذن الله ان شاء الله نوجدوا الماتش الجاي ان شاء الله كما يقول لك باريحيه ان شاء الله ونكونوا في الموعد ان شاء الله ونفرحوا لي سيبورتير تاعنا دوك على بالي بلي الجمهور يزعف سي نورمال باسكو ليكيب تاعو ابري من بعد الواحد كيقعد وحده يعرف بلي بيناتي تقدر تطراطا كما تقدر تماركا دونك الحمد لله نخلفوها ان شاء الله مع واتسلي.